حضرتك بتقولي ان الايام هذا الشهر شهر ابريل في مقدمات، قد يكون بكره، قد يكون بعد بكره، قد يكون خلال ايام، في احداث كثيره جدا، ربما تكون حرب عالميه، ربما تكون حاجه من هذا الكلام. قدر الله وحدث هذا، هيبقى ده قدر، القدر اللي ربنا عامله، ما حصلش خير وبركه. انما في الاول وفي الاخر اللي احنا عايزين بس النقطه اللي نقف عليها وحضرتك توضحها لنا، ان في الاول وفي الاخر بصرف النظر ايه اللي هيحصل، يعني اتمنى ان ما يحصلش الكلام ده كله، نتمنى ان يبقى كل التوقعات دي تطلع مش مظبوطه، ان محدش مستحمل اي حاجه، انما نتمنى بقى بالكلام ده كله اذا كان وفقا لكلام القران ووفقا للاحاديث، ان الانسان لا يستطيع احد ان يهزم الانسان، لا شياطين الجن ولا شياطين الانس يقدروا على الانسان اذا كان مؤمنا، اذا كان خيرا، اذا كان محبا، اذا كان متسامحا. فهي لتكن دعوه للخير ودعوه للرجوع الى الله ودعوه الى الحاجات كلها، بصرف النظر ايه اللي هيحصل. حصل اهو، احنا قدرنا نقف قدام اللي هيحصل ده، لانها حرب ضد الانسان ومحاوله تفكيك الانسان. ما حصلش يبقى احنا رجعنا وكسبنا، ان احنا رجعنا تاني لما امرنا الله به وما يجب ان يكون بيننا وبين نفسنا. ما عايز اقول في النقطه دي ايه، حاجه مهمه، ان احنا طبعا دلوقتي ما بنتكلمش على غيبيات، كل الاقدار بيد الله وحده، واحنا المفروض كمؤمنين وأصحاب كتب سماوية إن إحنا مؤمنين بالقضاء والقدر وأن الغيب بيد الله وحده. إحنا بنتكلم على مؤشرات على أرض الواقع معلنة، حاجات تحليلها، إنما طبعا أعزنا الله من كل أساس إيه، سواء حصل أو ما حصل في الوقت الحالي علينا سرعة العودة للمنهج الرباني القويم، حتى ان احنا حتى في الداخل نقوم جميعا من ازماتنا الداخلية في الوطن العربي، البلدان اللي دلوقتي حصل فيها احنا مش عارفين نعود لحالة استقرار، عمالين نحطم داخليا، لازم نرتبط بحاجة مهمة جدا. هل ان احنا يعني كل الناس دلوقتي زي ما بقول مثلا المكسورين من جوه، المهزومين، الكذا الكذا، هو ده من احد الاهداف اللي مطلوبة مننا، اللي هو تفكيك الإنسان من الداخل، لأنك يعني. أنت لو ما تكسرتش من الداخل لن يستطيع أحد هزيمتك إلا إذا أنت كنت مهزوم من الداخل، يعني إيه عملوا على هزيمتك من الداخل. عشان كده لازم نرجع نتذكر وعد الله تعالى، ولما ربنا سبحانه وتعالى يوعد ها، يبقى وعده الحق. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفي سورة تانية إن تنصروا الله ينصر رب الخلق كلنا. بالنسبة لقوته هباء. تنصر الله ازاي بقى؟ تنصر الله ازاي؟ استعينوا بالصبر والصلاة، أو مثلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. انك انت تنصر الله بداخلك اولا. ما هو نصر الله ان انا ما اغضبوش، ان نصر الله ان انا ما اظلمش حد، نصر الله ان انا ما اكذبش، نصر الله ان انا ما اذيش، نصر الله ان انا اتعاون، نصر الله ان انا احب، نصر الله ان انا اتسامح. ما هو ده نصر انك لله، انك تعمل للصالح ليك ولغيرك. تعمل للصالح، ما هو ده نصر ربنا. طيب اذا حضرتك دلوقتي كده نقدر نقول بصرف النظر على هيحصل ايه، احنا مطلوب نعمل ده، وفي نفس الوقت برضو حاجه ان احنا لازم نعرف، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. العزة لله، لا يحزنك قولهم، مهما امتلكوا فهو هباء، ومهما عملوا مفيش ولا في، وإن أولياء الله اللي هم مستبشرين بالله مهما حصل من ابتلاء يعرفوا ان دي فتن وابتلاء من الله، يثبتوا ولا يدخل الحزن والاسف او الانهزام او اليأس قلوبهم. طيب. لان القانتين ليس المؤمن بالله من يصل للقنوط او اليأس، بل هو الذي يدفع هذا الحزن ويدفع هذا الانهزام ويستقوي بالله ويستعين بالله على الحق وعلى نفسه. تمام. طيب
هقول بس حاجة، ليه اللي كنت بقولي اللي حضرتك قلته في المقدمة هو برضو داخل في بداية اللي احنا قلنا عليه مشروع إنوخ أو مشروع الشعاع الأزرق. حضرتك اتكلمت عن حاجات كتير، اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هي الفوضى العريمة اللي احنا فيها، تفكيك الإنسان من الداخل، ده من أحد الخطوات الأساسية اللي اتعمل عليها حاجات كتير تقنيا ونفسيا وكذا، والإعلام والأفلام وصرف الشباب للحاجات السطحية والتوافه، وضرب الأديان من الداخل، وضرب المفهوم الدين نفسه والتطرفات الدينية وكذا وكذا وكذا، بحيث ان انت ايه تخلق مجموعة من الموزايك الكتير اللي تنزلها تخبط في بعض، ضرب الشعوب ببعضها، ضرب الشعوب ببعضها. تاني حاجة، فصل الإنسان التام عن تاريخه وأصوله. عشان كده هنلاحظ ان احنا عبر التاريخ، وده كان وراه برضو الأيدي الماسونية أو الأيدي اللي هي العدو الأساسي أو الأيدي حزب الشيطان، إنك أنت عبر التاريخ في جميع الحروب والثورات كانت أول حاجة بتدمر المكتبات ودور الوثائق، يعني عبر التاريخ الطويل مغار المكتبات ودور الوثائق. وزي ما حصل أول حاجة عند دخول العراق اتدمرت المكتبات والوثائق، ليبيا اتدمرت دور الوثائق والمكتبات اللي فيها الأصول التاريخية. مصر دي ما جاتش مثلا إيه بمحض الصدفة، أنك أنت تدمر مثلا إيه المجمع العلمي وتحول 5 مرات كاقتحام المتحف ومصروف على كده كويس جدا. تاني حاجة مثلا برضو اقتحام المتحف اللي مثلا التعمد على سرقة آثار الأسرة 18، ده له أهداف أساسية ما جاش كده لقيمتها مثلا أو جاي اعتباطا، وده لأن الأسرة 18 من أهم الأسر اللي بيعمل اليهود على تهويد التاريخ المصري فيها، اللي هي الأسرة اللي فيها أخناتون وتوت عنخ آمون اللي هم من أهم ملوك الأسرة 18. ليه؟ لأن طبعا التاريخ اللي بتحاول إسرائيل تنسبه لنفسها كله تقريبا زائف، حتى اليهود نفسه، يعني اليهود الثابتين على العقيدة مثلا، بعض الفصائل الثابتة على العقيدة عارفة أن التاريخ الإسرائيلي كله زائف، فبتعمل على تهويد التاريخ المصري لإثبات أحقيتها في داخل مصر، وخاصة الأسرة 18. ليه؟ لأن في نصوص كتير يهودية لما طلعت بقى نشيد أخناتون، لها نصوص كتير يهودية متاخدة من أناشيد أخناتون، فعايزين يضموا إن أخناتون كان عبراني. اتاخدت عينات للأسف من توت عنخ آمون في فترة قريبة يعني سابقة، ولا بس توت عنخ آمون عملوا احتفالية على العالم إن طلع نتائج التحليل بتاعه 96% إنه عبراني وليس مصري، قريب نتنياهو وعملوا احتفالية على العالم وطلعوا توت عنخ آمون بالصورة البيضة وبالشكل العبراني وكذا، وإحنا هنا غافلين عن خطورة الموضوع ده، لأن احتفالية دي كانت عالمية، وأساسا الموضوع ده غلط، يعني في نسبة خطأ 40% من العينات اللي هي نتيجة الحقب التاريخية، ولازم تاخد كذا عينة وكذا عينة، فطبعا دي كانت ايه جذوبة كبرى انك انت بتهود التاريخ المصري. مين اللي دام العينات دي؟ ما هو مش عايزين نتكلم بقى، يعني انا مش عارفة ازاي الاستاذ اللي حضرتك عارفه ما ياخدش موافقة الدولة ولا مجلس الشعب على حاجة زي دي، ان تم اختراق اصلا البثمان بتاع الموميا بتاعت توت عنخ آمون واخذ عينات منها وتتعمل احتفاليه، والاحتفاليه دي كانت على راسها او مولاها الجمعيه الجغرافيه الامريكيه اللي هي ماسكها روبرت مردوخ الصهيوني العالمي، اكبر صهيوني عالمي يعني، وتتعمل احتفاليه. فاللي انا عايز اقوله إن